بحضور سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، وتحت رعاية وحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وعدد من أصحاب السمو. نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 16 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وأنجاله الكرام سمو الشيخ هشيمة بن ناصر الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر الخليفة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وكأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز جليل الملاح، وكأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، وقدم سموه كأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة، وكأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز حبيب رمضان، وكأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة. ثم قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كأس سموه للشوط السابع والأخير إلى المضمر الفائز جابر رمضان. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن سعادته بالنجاح التنظيمي الذي ظهر به سباق الخيل الذي أقيم على كؤوس سموه وأنجاله، مشيدا سموه بالجهود التي تقوم بها الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة ونائبه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة، وكذلك الجهود التي قامت بها إدارة نادي راشد الفروسية في سبيل إنجاح تنظيم هذا السباق والارتقاء برياضة سباق الخيل في مملكة البحرين. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حرصه على دعم الجهود التي يقوم بها نادي راشد الفروسية في الارتقاء برياضة سباقات الخيل، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في ضرورة الاهتمام ودعم مختلف رياضات الفروسية والخيل في المملكة بما يسهم في المحافظة على مكانتها الأصيلة في تاريخ مملكة البحرين والعمل على تطويرها نحو أفضل المستويات، مشيرا سموه إلى الخطوات التطويرية التي شهدتها مسيرة سباقات الخيل في المملكة وانعكست على ارتفاع مستوى السباقات المحلية، وكذلك تحقيق عدد من الملاك انتصارات مميزة في سباقات الخيل الخارجية. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمستويات والمنافسة المثيرة التي شهدتها أشواط السباق والتي عكست تطور مستوى رياضة سباق الخيل واهتمام وجهود ملاك الخيل والاسطبلات المختلفة، معربا سموه عن تهانيه لجميع الملاك والمضمرين والفرسان الفائزين بكؤوس سموه متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.